صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أحب أشكر عميلتي العزيزة جدا اللي على القليلة قدرت إنه الشخص لما ما بيرد بيكون عنده ظرف، فهي أول شي استعجلت، آخر شي مشكورة جابت لي. ما في داعي للسوري، لأنه أكيد أكيد تصرفك هاد بدل على نبل أخلاقك وكرم أخلاقك، وهذا الشي رجحت عقلك، لأنه أكيد نحن كمان نحن كتير بيكون عنا ظروف بتخلينا مثلنا مثل غيرنا ما نقدر نرد، ما نقدر نتواصل. بشكرك على الوردات، رح أحاول أحطهم على السريع بالمي لأنه الجو شوب كتير حار كتير. بشكرك عليهم جدا، ألف شكرا. هلا عادة الورد عادة بالمجمل طبعا لازم يوضع أكيد بمكان بارد مشان يقلل تبخر المياه من الوردة ومن الورقة، وأكيد بالمجمل يوضع في ماء. في ناس بتحط أسبرين، في ناس بتحط سكر. طبعا هذه المواد يقال أنه السكر بيغذيها، ولكن الأسبرين أكيد بيقتل الجراثيم اللي ممكن تنمى على المكان، وفي منهم ليطيلوا الوقت اللي راح تعيشوا الوردة. بيقصوا بالشفرة بجزء حاد أكيد، كل شوي بشكل مائل بيقصوا جزء منها ليحاولوا تحافظ. هتحاول هلا ضمن الفانك شوي، لا ينصح انك يعني الورد المجفف بيعطي طاقة سلبية، ولكن الورد الحي عادة أكيد حتى الورد البلاستيك لا يفضل أنك تهدي ورد بلاستيك. ولكن بالمجمل شكرا كتير على الوردات، ومثل ما حكينا نحن بشر وعنا ظروفنا وأحيانا ممكن ما نقدر نجاوب. شكرا لك، ألف ألف شكر.